أهلا بكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. في فيديو النهاردة هنتعلم إزاي نحضر السلمون بوصفة سهلة جدا وسريعة، وكمان هقدمه النهاردة بطريقتين مختلفتين إن شاء الله تعجبكم لما تجربوها. عندي علشان أحضر السلمون بالطريقة الأولى وهي في الفرن، عندي 2 شرائح من السلمون، وعندي 2 معلقة كبيرة من الزبدة، وعندي 10 فصوص من الثوم، وعندي أوراق من الكزبرة والشبت والبقدونس. هبتدي أول حاجة أقطع عصير الليمون إلى أنصاف طولية، وبعد كده هبتدي انتقل للزبدة. الزبدة هتذوبها تماما في حمام دافئ او في المايكرويف، وبعد كده هبتدي اقطع اوراق الكزبرة والشبت والبقدونس لشرائح او قطع رفيعة جدا مفروم ناعم، وبعد كده هبتدي افرم الثوم. هبتدي بعد ما عصرت الليمون اضيفه على الزبدة المذابة وكمان الثوم المهروس مع الملح. هقلب المزيج كويس جدا علشان ابتدي اتبل بيه شرائح السلمون. مهم جدا اني على الوجهين احطهم على التتبيل علشان كل الجوانب تمتص التتبيل بتاع السلمون. وهبتدي اضيف لي اوراق الكزبرة والبقدونس المفرومين. ميزة السلمون ان مش بيحتاج وقت في التتبيل، على طول بمجرد التتبيل هبتدي اضيفه في صينية الفرن، وهبتدي اضيفه في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200. هيقعد تقريبا معايا ربع ساعة وهيكون جاهز في التقديم. وصفة سهلة وسريعة جدا لغدا صحي للمستعجلين، وكمان عارفين قد ايه فوائد السلمون لانه غني بالأوميجا 3. وده بعد التسوية، شكله حلو جدا، وكمان من أجمل الأسماك ومن أجود أنواع الأسماك لأنه بيبقى طري جدا وغني بالدهون الصحية. هقدمه مع ايه؟ ممكن اقدمه مع رز، واقدمه مع سلطة الطحينة مع الزبادي، وكمان ممكن شرائح الليمون، والتقديم ده على حسب الرغبة. ده شكل الوصفة الأولى، شرائح السلمون بعد تسويتها في الفرن، شكلها حلو جدا وكمان صحية، وسمك طري وطعمه حلو جدا، هيستمتعوا به الأطفال والكبار. هنتقل للوصفة الثانية وهي طريقة تحضير شرائح السلمون في الطاسة. في طاسة سخنة مسبقا على النار هبتدي اضيف معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وهبتدي اضيف لها شرائح السلمون. مهم جدا ان تكون الطاسة سخنة علشان تاخد صدمة واحتفظ بكل الدهون والطراوة اللي موجودة داخل السلمون من جوه. وبعد كده هبتدي اتبله بالملح والفلفل الاسود، وكل وجه هيحتاج تقريبا دقيقة على كل وجه علشان هيديني التحمير ويكون سطح متحمر كويس جدا، وفي نفس الوقت هيكون مستوي وطري من جوه. الطريقة دي هقدمه بطريقة مختلفة عن الطريقة الأولى لأن هضيف لي الخضار. مهم جدا ان يكون طبقنا غني بكل العناصر الغذائية اللي بنحتاجها. ابتدي اضيف بصلة مقطعة جوليان، مهم جدا اني اختار البصل الابيض لان هيليق جدا في وصفة السلمون، وكمان ضفت البصل الاخضر وشرائح من الجزر وعود من الروزماري والزعتر. ضفت كمان بروكلي، ممكن الخضار على حسب الرغبة، اي نوع خضار بتفضلوه هيليق جدا مع شرائح السلمون. الالوان شكلها حلو جدا مع شرائح السلمون، ومن وقت للتاني هبتدي اضيف ممكن شرائح من الفلفل، وعندي الثوم والزبدة اللي كنت مجهزاهم في الوصفة الاولى هبتدي اضيفهم برضو، هيديني نكهة حلوة جدا لشرائح السلمون اللي هحضرها في الطاسة. قلبت من كل وقت للتاني، هقلب شرائح السلمون، وعلشان تاخد كل الجوانب التسوية المظبوطة والتحمير المناسب ليها. وبعد كده
بعد ما أخد التسوية واللون الذهبي مرور حوالي 5 دقايق على الطاسة، هبتدي أضيف معلقتين كبار من الصويا صوص وشرائح من الزنجبيل الفريش. ميزة الصويا صوص هتديني لون حلو جدا، وكمان تيست سويت اند ساور في الطبق شرائح السلمون اللي هقدمه النهاردة. الطبقين هيكون طعمهم مختلفين عن بعض. طريقة التسوية الاولى في الفرن هقدمهم مع ايه؟ هقدمهم مع سلطة زبادي. عندي 2 كوب من الزبادي الابيض، وبعد كده هبتدي اضيف لي معلقة كبيرة من السراتشا، وكمان 1/2 كوب من الطحينة. هتبقى السلطة دي مناسبة جدا كصوص حلو قوي في تناول شرائح السلمون. هقلب المزيج كويس جدا مع بعضه مع رشة من الفلفل الاسود والثوم البودر والبصل البودر، وكمان 1/4 معلقة صغيرة من الملح. مش هحتاج اي ثوم او اي خل عليها، هي تبقى السراتشا هتقوم بالتست المظبوط. وده شكله بعد ما استوى في الطاسة، طري جدا، وكمان هقدمه مع شرائح من الليمون. حضرت ليكم وصفة السلمون بطريقتين مختلفتين، بتمنى تجربوهم وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنت في اكتر طريقة عجبتكم وهتجربوها. ولو انتم جداد على القناة وحبيتوا الفكرة، بتمنى لايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد بنقدمه. اشوفكم على خير ودمتم سالمين.